أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى. في كل عملية إرهابية في العراق تخرج علينا الأجهزة الأمنية لتخبرنا أن الوضع تحت السيطرة، وفي كل مرة تزف الحكومة لنا البشرى لجنة تشكلت للتحقيق، وفي كل مرة ننتظر تقرير اللجنة فنجد أن المسؤولين عنها يصرون على أنها سرية، وأنها توصلت أمسكت بخيوط الجريمة، وأن المتهمين تمت معرفة الجهات التي وراءهم. يقول الكاتب علي حسين: الجميع شهد تركيا تقبض على المنفذين في أقل من 24 ساعة، بينما الحقيقة ضائعة في العراق. فمنذ عام 2003 وأحزاب السلطة تريد أن تؤكد للعالم بأن المواطن العراقي يعيش أزهى عصور الديمقراطية والرفاهية، وفي كل انتخابات يخرج علينا من يحذرنا من المؤامرة الدولية وهي التي لا تريد لنا الخير. وفي النهاية على المواطن العراقي أن ينتظر متى يتحرر من بيانات الوضع تحت السيطرة. أعرف جيداً أن المسؤول يملك أكثر من جهاز تلفزيون في قصره المنيف، وأنه جند العشرات لخدمته في مواقع التواصل الاجتماعي ويشاهد الأخبار بالتأكيد، وهو مثلنا شاهد كيف تمكنت الأجهزة الأمنية التركية من إلقاء القبض على المتهمين في عملية تفجير إسطنبول خلال 24 ساعة فقط، بعد أن فحصت الأجهزة الأمنية أكثر من 1000 كاميرا. وعليك أن تعرف عزيز القارئ أن بغداد مزروعة بالسيطرات، ومع هذا تمت عملية قتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول أمام أفراد أسرته وفي واحد من أشهر شوارع العاصمة بغداد. وحتى هذه اللحظة القوات الأمنية لم تكشف عن الجهات وراء عملية القتل، فقط أخبرتنا أن الجريمة مقصودة وأن الأجهزة الأمنية لديها خيوط ستوصلها إلى الجناة. وكالعادة انتهى البيان الرسمي بالجملة الشهيرة: التحقيق مستمر. ومر أسبوع بالتمام والكمال ولم نعرف متى تحل خيوط هذه الجرائم. مئات الجرائم الإرهابية لم يقبض على فاعليها، عشرات الآلاف من القتلى في ظروف غامضة، ولا تزال أسر القتلى تريد أن تعرف من المسؤول، ولم يتبقى من الأمر سوى بيانات رسمية يؤكد أصحابها أن الحكومة ستقتص من المجرمين. لا شيء تغير إلا مأساة أهالي الضحايا ونكبتهم. من موقع رسام نقرأ مقالا للكاتب حسين صالح السبعاوي حول الدولة العميقة في العراق. فمنذ أن تولى رئيس الوزراء الحالي محمد الشياع السوداني منصبه في 27 من تشرين الأول للعام الحالي، وقد أجرى مجموعة تغييرات واسعة في المناصب الحكومية وخاصة في المناصب الأمنية منها، إضافة إلى تغيير أصحاب الدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات. ومن أبرز التغييرات التي قام بها السوداني إلغاء كافة القرارات التي صدرت عن سلفه مصطفى الكاظمي، وهذا يعزز دور عودة الدولة العميقة التي أنشأها رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي عندما تولى رئاسة الوزراء خلال دورتين انتخابيتين من فترة 2006 إلى 2014. ونعني بالدولة العميقة جميع المسؤولين من وكلاء الوزراء ورؤساء الدوائر والقادة الأمنيين والمدراء العامين وبقية الدرجات الخاصة. النظام في العراق مبني على المحاصصة أو ما يسمى التوافقية، وهذا الذي كان ينادي به جماعة الإطار التنسيقي عندما حاول التيار الصدري وحلفاؤه تشكيل حكومة أغلبية. أعتقد أن ما قام به السوداني هو محاولة للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة وعودة ما يعرف بالدولة العميقة وإقصاء الآخرين، ولا سيما إذا ما عرفنا أن السوداني قد تعهد بإجراء انتخابات مبكرة، فأراد من خلال هذه التغييرات السريعة توجيه ضربة استباقية من أجل تأمين هيمنة حزب الدعوة على مؤسسات الدولة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن من استهدفتهم قرارات السوداني لا يعني بالضرورة أنهم غير متهمين بالفساد، فالفساد سمة واضحة عمت جميع مؤسسات الدولة، لكن الغاية من الاستهداف
هو الإقصاء والهيمنة على كامل مؤسسات الدولة. ومن أساليب حزب الدعوة استخدام الدستور والقوانين لاستهداف الخصوم، بينما هو وحلفاؤه أكثر من انتهك الدستور والقوانين، وخصوصا فترة حكم نور المالكي. يقول الكاتب حسن أبو هنية في مقال بموقع عربي 21: تعيش فرنسا اليوم حالة من الشك وعدم اليقين حول مستقبل بقائها قوة عالمية كبرى، ويتملكها الخوف من فقدان قوتها وهيمنتها الاستعمارية التاريخية، إذ تتبدد قدرتها ويتآكل نفوذها، وتبدو عاجزة عن كبح جماح التمرد على هيمنتها، وغير قادرة على فرض سيطرتها على مستعمراتها الإفريقية السابقة. فقد بات الحفاظ على مكانة فرنسا التقليدية رمزياً ومادياً في القارة السمراء مهمة شبه مستحيلة، مع اشتداد التناقض أو التنافس بين الدول في ظل التحولات الجيوسياسية الدولية، إضافة إلى بروز نظام قطبي تعددي تتمتع فيه الصين وروسيا بمكانة مهمة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ويضيف الكاتب: مع تنامي أهمية القارة الإفريقية على الصعيد الديمغرافي وفي مجال الثروات، أصبحت مهمة فرنسا للحفاظ على نفوذها وهيمنتها في القارة السمراء شاقة وشبه مستحيلة، فقد باتت المنافسة شرسة مع الصين وروسيا، وهما تقدمان نماذج مختلفة عن النموذج الفرنسي. توج قرار الانسحاب الفرنسي من دولة مالي سلسلة من الفشل الذريع للتدخلات الفرنسية في منطقة الساحل والقارة الإفريقية عموماً بذريعة محاربة الإرهاب. ويعطي الانسحاب إشارة إضافية على فشل سياسات الرئيس الفرنسي ماكرو النيوكولونيالية، فنظرة خاطفة على مسار حرب الإرهاب الفرنسية في إفريقيا تؤكد تنامي الحركات الجهادية المصنفة منظمات إرهابية وتوسع نطاق انتشارها في القارة، كما أن أفريقيا لم تعد بالنسبة لفرنسا إقليماً استعمارياً سابقاً تحظى فيه باريس بالأولوية والتمكن، بل إن الوضع الأمني في الساحل الإفريقي صار جزءاً من الاستراتيجية الفرنسية في العالم. وقد أدى النهج الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلى تنامي الحركات الجهادية التي أصبحت أكثر قوة وتبنت نهجاً أشد راديكالية، وباتت منقسمة بين تنظيمي القاعدة والدولة. خلاصة القول إن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة تعبر عن مدى قلق باريس من تحولات الجيوسياسية الدولية، فهي تشير إلى محاولة التكيف مع نظام دولي جديد يقوم على التعددية القطبية ويزداد فيه التنافس بين الدول. تتساءل الكاتبة هيفاء زنجنة: هل نصدق الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن في مؤتمر الأمم المتحدة 27 للمناخ عن مبادرات جديدة لتعزيز القيادة الأمريكية في معالجة أزمة المناخ وتحفيز العمل والالتزامات العالمية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتابع التزاماتها ومبادراتها الحالية لدعم الشركاء في البلدان النامية الضعيفة لمواجهة التغيرات البيئية، مساعدتهم على التعامل مع مشكلة لم يخلقوها؟ ويأتي الإعلان عن المبادرات الجديدة في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش البشرية من انتحار جماعي. وتضيف الكاتبة: أفادت دراسة نشرتها دورية بلس ون العلمية أن كبرى شركات النفط والغاز الأمريكية والبريطانية، وهي شيفرون وأكسون موبيل وبي بي وشل، فشلت في دعم أقوالها وتعهداتها بشأن تغير المناخ بإجراءات واستثمارات حقيقية، بينما تضاعفت إشاراتها إلى تغير المناخ والطاقة منخفضة الكربون 3 مرات تقريباً في تقاريرها السنوية المنشورة في العقد الماضي، ما يجعل هذه الشركات لا تختلف كثيراً عن الرئاسة الأمريكية في إطلاق وحتى توقيع التعهدات بخفض الانبعاثات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بينما لا يحدث أي تغيير. إذا ترسنت المصلحة المشتركة بين مجموعات المصالح الخاصة ورغبة السياسيين في الحفاظ على سلطة الحزب الذي ينتمون إليه، بالإضافة إلى المخاوف القائمة بشأن السيادة وحماية حقوق الشركات الأمريكية ونفوذ شركات النفط الكبرى وامتداداتها سواء في أمريكا أو الغرب عموما، لا يبقى أمام شعوب الجنوب المحكومة بأنظمة فاسدة
إلا أن توسع شبكات تعاونها مع منظمات وحركات العدالة البيئية والسيادة، وخاصة في بلدان الترسانة، والعمل على إحداث التغيير بنفسها إذا أرادت وضع حد لمآسات التلوث والجفاف والتجويع التي باتت واقعاً وليس فيلم خيال علمي يتصارع فيه الناجون من الخراب على بضع قطرات من الماء. حذر الصحيفة نيويورك تايمز من الخطر الذي يمثله متطرفون يعملون في الجيش أو الشرطة أو وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على أمن البلاد، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لإعمال القانون تجاههم. وعرضت الصحيفة في افتتاحيتها عدة نماذج لعمليات قتل واعتداءات نفذها منخرطون في الخدمة أو متقاعدون من الأجهزة المذكورة، مشيرة إلى أنهم ينضمون إلى مجموعات يمينية بيضاء متطرفة ومسلحة كحركة حراس القسم. وقالت الصحيفة إن تبرير العنف السياسي من قبل الأمريكيين مثل مضايقة موظفي الانتخابات والمسؤولين العموميين واستهداف قاضي محكمة عليا إلى الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب والهجوم على مبنى الكابيتول أصبح يمثل تهديداً مباشراً للحكم الديمقراطي. غالبية أعمال العنف السياسي خلال السنوات الماضية جاءت على أيدي أعضاء الجماعات اليمينية البيضاء المتطرفة أو من أتباع غير منتمين لأيديولوجياتهم المتعصبة للعرق الأبيض والمناهضة للحكومة. وأكدت الصحيفة أن التطبيق الأفضل للقوانين الولائية الفيدرالية التي تحظر النشاط شبه العسكري الخاص يمكن أن يساعد في تفكيك بعض الجماعات التي كانت في طليعة هذا العنف. وعلقت نيويورك تايمز أيضاً أن واحدة من الحقائق الأكثر إثارة للقلق حول أتباع الحركات المتطرفة هي أن المحاربين القدامى والعسكريين في الخدمة الفعلية وأفراد إنفاذ القانون نسبتهم عالية بالمجموعات المتطرفة. فقد وجد أحد التقديرات الذي نشر في مجلة تايم الأمريكية عام 2020 أن ما لا يقل عن 25% من أعضاء الجماعات شبه العسكرية المتطرفة لديهم خلفية عسكرية، مضيفة أن بين أكثر من 900 شخص تم القبض عليهم فيما يتعلق بهجمات 6 يناير كانون الثاني كان 135 من ذوي الخلفيات العسكرية أو إنفاذ القانون. والآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية.
شهد هذا العام فيضانات مدمرة في باكستان وحرائق غابات شديدة في الولايات المتحدة وجفافا في أوروبا والقرن الأفريقي وغيرها من الكوارث الطبيعية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء الحالية. تقول صحيفة العرب الجديد: يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مثل هذه الأزمات أو زيادة احتمال حدوثها. في هذا الإطار يعاني الناس في جميع أنحاء العالم من تأثير تغير المناخ، الأمر الذي يتجلى في زيادة أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الإصابات والوفيات المبكرة المتعلقة بظواهر الطقس المتطرفة وتغيير أنماط الأمراض المعدية، فضلاً عن اضطرابات الصحة العقلية بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي. وبينما يقتل تلوث الهواء حالياً 7 ملايين شخص سنوياً، تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يتسبب تغير المناخ في حدوث ما يقرب من 250 ألف حالة وفاة إضافية سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري. كورنيش الدوحة هو المنطقة الأبرز التي يقصدها المواطنون والمقيمون في قطر، وتستعد حاليا لاستقبال جماهير من كل أنحاء المعمورة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. على مسافة 6 كيلومترات ستكون مهرجانات الجماهير حاضرة على الكورنيش قبل انطلاق مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في 20 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وحتى بعد اختتام البطولة في 18 من كانون الأول ديسمبر المقبل. كورنيش الدوحة هو المركز الرئيسي للاحتفالات الوطنية في قطر، وسيشهد خلال البطولة فعاليات متنوعة، وسيستقطب يومياً 10,000 من مشجعي الساحرة المستديرة في احتفالات ستكون الأضخم في تاريخ الدولة الخليجية. ويومياً تستمر هذه الفعاليات من 10 صباحاً وحتى منتصف الليل على مدار أيام البطولة، وهي الأضخم والأبرز على مستوى المنتخبات، وتقام للمرة الأولى في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط. ويتضمن برنامج كورنيش الدوحة كرنفالات الشارع على امتداد واجهة الدوحة البحرية وعروضاً فنية وثقافية وحفلات موسيقية عالمية وعروضاً مائية وضوئية وأنشطة ترفيهية مناسبة للعائلات والأطفال. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هي أكلة فلسطينية أصلها مجدلاوي، مكوناتها عبارة عن دقيق، زيت زيتون، كركم اللي هو سمسم، حبة البركة، دقة الكعك، حليب، سكر. تعتمد اعتماداً كلي على زيت الزيتون الفلسطيني الأصيل، كانوا جداتنا زمان يعملوها في موسم زيت الزيتون. بتنرق رق، يعني يكون مثلا 1 سنتي، وبعد كده بتنعمل بشكل جميل، هو شكل السداسي المتعارف عليه اللي هو شكل المسفن، وبتنحط اللي هي بالصواني وبتنخبز على نار هادئه ما يقارب اللي هو ربع ساعه، وبعد كده بتندهن بزيت الزيتون وتقدم بالفطور الفلسطيني الاصيل. كان موسم الزيتون قديما يعني ما يقارب 3 اشهر، وهي فتره طويله، فهي جدا مناسبه لهذا الموسم. مكونة هي شكلها شكل نظام، تنعمل شكل سداسي وبتنخبز وبتندهن بزيت الزيتون وتقدم مع جميع الأكلات الفلسطينية: جبنة، زعتر، شاي، زيت زيتون اللي هو لبنة أو أي نوع حلويات.
كل شيء في هذه الأرض يبدو طيبا ومباركا. إلى اللقاء.